مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب قل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. أخرجه ابن حبان. مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن.